هرش قد ما خدتش ناس ويه اغني ورش ابو الغاد صور بلدي غني نو مش احضر مش احضر بيش الكلمه يا النار والله ابو غزان قال لي اخواني قال كل شيء وش دغره في فينا ابو غزان كل شيء يعني ما عاوننا حتى ندوش يعني اي سنه الناس ديالي هو يعني القرص الله يرحم الوالدين شكرشكم بزاف كنت شتكم يجلس السلام مع صراحه ويجي يجلس الصوره ديال عثيمة مغا الشيء ديما ديال المهمه نقدم يجن تسمى يجن الرساله نقدميك يا غي ولا لا واش شنو جري رساله بانه واش نضوا ناري اقنا مستعدين للتضامن يعني اي واحد كيسد ضامن ماشي ابو نحتاج التضامن سنجي اي حاجه ولكن شي الزلازل ترقى فنانا كنانا الى انتي اللي بغيتي غادي تمشي غادي تسيو الدار الى قلنا ان شاء الله رب العالمين اتيق برخانا نسيو ان شاء الله نيا الجهد لنا باش تما غنجي انا هنايا ورب العالمين يجعل الكمال لله واخذوا الجهه شي 100 كيميه جالس 90 كيمياء جالس 80 جالس 70 ولكن النية النغة في الصفا وتبقى لكم قضية يتبع المغربي اشكم يحفظ رب العالمين ربي يحفظ ربي الوالدين لكم هذا الشباب في المرضى لكم واللي كيستقل شي هذا الصدقة يسأل الله يستقل رب العالمين كي الميزان الحسنات ان شاء الله ولا ني الرياء ني الشهرة ني اي حاج ماني نتمنى ربي العالمين غادي يقبل منايا وغنبغي شي نحج هدف نغني الا هدف انساني تضامني جاي تما هنا كيعانى الوباء اللي خص يزيد على غيوكان ونبقى لكم نشكي تما هنا غير يوسان سمح لك كل شيء تما هنا غير جوج من الله ما لا حد تما نستنى مغا كل شيء وجد هذيك الجليس لا تما مارينس سير وقتينس يعني معنويا واش اسمها المعنويه تيود انا فوت لي لا يودان قلت انا ما قلت جائر وتتصل كيلو درين اذا النط اقام في الكيباج تقريبا كذا وعايشين هنا ومي يقولوا فاتصل كيلو درين اللي قال لك شنو الامل يبغى روح نهارا اقصد انها غزا غز نهارا كل شيء يعني بزاف يسن الحق من هذو هنا السلسل ولكن راس الزيزان نخرع نزكسن هم قالوا شنو ومي قالوا بيمتص يعني غير نزيد نزيد القناص كيفاش هنا الناس يودي قاس الزيزان وغادي راح ينقص 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 يعني اول من يقمني ظهر يقمني غصار في العالم اللي غاص يعني الثقه في الله تعالى كتازي اي حاجه ماشي نقرا ماشي زعما كنتحفزي وانا نقدم الكباره انا نقدم كيوري باش نزل لله ولكن خصني نزاد نجمع الحاله تاع هذا واخلي كاسي بويا اليوم كذا ولا يعقد من هنا يعقد دروغ انا يعقد عامي تي تسن انا يعقد هذا اللي يمكن ينزل المار اذا نزيد زاد ابو خنزار يوكلا روحها لقى قطار الدور ولقى راسي الساكنه هي راح الدور ما تحط الدور ما يقول لكم ان شاء الله ادري الخير الله يرحم الوالدين واخا كلشي كلمه ديالك يخلص سيدي ربي امين يا ربي هذا ولي يخلص ربي امين هذا ولي يخلص ربي اللهم امين هذا ولي يخلص ربي هذا ولي يخلص ربي تبارك وتعالى بارك الله هذا ولي يخلص ربي هذا ولي يخلص ربي تبارك وتعالى هذا ولي يخلص ربي اشني تحنى ربي هذا ولي يخلص ربي ان شاء الله هذا ولي يخلص ربي تبارك وتعالى اشني تحنى ربي امين يا ربي هذا ولي يتحنى ربي هذا ولي يخلص ربي هذا هو اللي تكبر قال الوالدين ان شاء الله كل ما يقصدنا فولك هذا السي زايد ربي كل ما يقصدنا فولك هذا السي زايد ربي هذا هو اللي يقبض ربي العمل امين يا ربي هذا هو اللي يقبض ربي فولك امين ان شاء الله هذا هو اللي يقبض ربي فولك امين هذا هو اللي يقبض ربي فولك هذا هو اللي يخلص السي زايد ربي تبارك وتعالى تحياتي يا سيدي هذا هو اللي يخلص ربي ان شاء الله يا ربي العالمين شكون باهي يسمع ابو خزري من الكلمه انا مازال عادي لا زناكي وما السيد المسكين تعانى كان غير خزا غنوزع عيا يسمع سما شماتنا اقشي جد الحجاز كي ذوي الاحتياجات الخاصه ضروري خصها غتنعاون او مازال واحد مدينه شي عادي لا حنجاتها مسكينه فهاد لا حنجاتها مسكينه عادي لا قشي جد الحجاز مسكينه انا مش استاكلتي شي مس انا مش استاكلتي الصباح تتي مزيان صافي مش استاكلتي مزيان تا غايت غايت تصور عمول هذا الفيديو هذا صافي واحد الزوز شوف اول شد زيد ميكروفون هي جالس فوق عيش والدينا والديك المرسي أكوني
سامحه الله يودي وتشمع امين الله امين بارك الله فيك يا رغيش اسماعيل هو داك كيش اقش ايوا كيفاش تجي تو ماشي ايش الكلمه اخويا اسمع المهم اقش وما تنقش اسماعيل بغيت انت هذه ري وبغي وداني يستحق كلشي على مليح ان شاء الله المهم نتمنى نسقو ذانا العاون نس ايوا ذانا الزون واخا مالطاط الزون مي غاطس الماكله قنا الحمد لله كلشي وباصل مليح يوري ودان المهم الزون واخا من دي غانو فانز ديال السمر لانه كادو نزايب كادو هنا الزون مي كان والحمد لله نطلبوا من الله منايا هذه ري غادي يخبر سي ربي شكرا للدراري كلشي المهم الدراري تحياتي بالمغنى وهذا الشوب كانت فوق ان شاء الله تحياتي في بابشكم